سعياً لصناعة طفرة في المنظومة التعليمية، أقيم حفل تدشين مركز دراسات التعليم والتدريب البريطاني تحت إشراف رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عصام شرف، وبحضور السفير البريطاني السابق لمصر جيمس وات، بالإضافة إلى عدد من ممثلي رؤساء الجامعات المصرية الخاصة والحكومية. شوف، النهاردة هو المؤتمر عن تدشين مركز الدراسات البريطانية. يعني إيه؟ احنا بنقول دلوقتي احنا في التعليم طبعا في اهتمام كبير، زي ما انت شايفه دايما تسمعي ان مشكلتنا في التعليم، ترتيبنا يعني منخفض بالنسبه للعالم وكده. طيب احنا عشان نطور العالم ضروري بنستفيد من خبرات العالم، ممكن نروح لهم، تمام، ممكن يجوا لنا اساتذه، ولكن الفيصل هو او كلمه السر هي ايه؟ هي ايه المعايير الجوده بتاعة التعليم؟ ايه معايير الخريج؟ هي دي الاساس. طب اذا كنت اعرف انا معايير الخريج دي، الخريج مثلا في دولة زي انجلترا، كويس، واقدر انقلها عندي، ينقلها الاساتذة المصريين يدرسوها هنا هوت، وبالتالي يبقى الخريج اتخرج بالمعايير دي، وبالتالي يعتبر خريج من جامعة بريطانية، وبالتالي يعني يستفيد بجميع المزايا دي. بإمكانية للتعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، وأنا كتير سعيد لهذه الفرصة لأشترك بهذا المبادرة الجديدة، مبادرة من معهد مصري وشركة مصرية بتعاون مع معهد بريطاني لتعزيز هذه العلاقات، وإن شاء الله نبنى موديل جديد من شان التعاون والمعايير بين بريطانيا. باجتياز المملكة المتحدة 104 معايير تتعلق بجودة المناهج وفعالية طرق التعليم، جعلها نموذجا وخلق دافعا لاستنساخ تلك التجربة في جامعاتنا. النهاردة احنا بنتكلم على حق تشغيل مؤهلات صادرة من الجامعات البريطانية المصنفة من اول 100 جامعة، بنحطها بين يدي رؤساء الجامعات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. الاتحاد النهاردة بيقدم نافذة جديدة للتعليم في مصر، على أساس أنه إحنا الاتحاد لازم يكون ليه دور مختلف شوية عن اللي بيتقدم، أو يقدم مساهمة جديدة، وبالتالي المساهمة الجديدة اللي بتتم النهاردة أنه هو بيفتح نافذة أو ويندو للجامعات المصرية وللطلبة المصريين على أنهم يقدروا ينتظموا في منهج دراسي معتمد في بريطانيا، وبالتالي بيقدر ياخد نفس نوعية التعليم وبياخد نفس التأهيل ونفس الشهادة اللي بتمنح هناك. بديلاً عن هجرة العقول للخارج، تسعى تلك التجربة إلى نقل ثقافاته التعليمية إلى داخل مصر لتكون مركزاً لجذب التعليم. احنا بنعلن عن تدشين مركز الدراسات البريطانية، British Transnational Education Center. المركز بيهدف انه يحاول ينقل التجربة البريطانية في تطوير التعليم العالي عشان نستفيد منها في مصر. انت عارفة طبعا المادة 19 من الدستور بتقول ان احنا التعليم بتاعنا لازم يبقى وفقا لمعايير الجودة العالمية، ومعايير الجودة العالمية دي مش حاجة ثابتة، دي بتتطور. الهدف هو ان احنا نتعاون، يتعاون المركزين يتعاونوا مع بعض في مجالات التدريب والتعليم. والنظرة دلوقتي ان الخريج المفروض ما يتلقاش المواد العلمية بتاعته في قاعات الدرس بس، لازم يحصل تفاعل او انتراكشن بين النواحي النظريه والنواحي العمليه عشان نطلع خريج قادر على انه يشغل الوظائف المهمه. في محاولة لتطوير آليات المنظومة التعليمية في مصر عبر مثيلتها البريطانية، تم البدء في تدشين مركز دراسات التعليم والتدريب البريطانية كخطوة أولى في الشرق الأوسط. جاكلين ماهر، صباح دريم.